اليوم غنتحدثوا على ظاهرة التسول اللي هي في الحقيقة ظاهرة تُرق الجميع وهي منتشرة في جميع مناطق المغرب، وضروري من نتحدثوا عليها لأن نقدروا نقولوا بأن جميع الوزارات خداو بعض الخطط. مثلا التضامن كان خدات واحد الخطة ديال العمل ديال حماية الأطفال من الاستغلال، وهذا نداء أيضا لأن خاص توضع واحد البرنامج مندمج وفعال باش نحاربوا هذه الظاهرة، خصوصا استغلال الأطفال فيها التسول بمختلف المتدخلين كالأمن والدرك الملكي والخلايا ديال ضحايا العنف والوزارات كلهم ديال الصحة التعليم التضامن التعليم العالي العدل الداخلية والمرصد الوطني لحقوق الطفل. ضروري من هذه البرامج اللي ممكن تحد من هذه الظاهرة، هي في الحقيقة تحولت لحرفة مربحة لأن ما بقاش غير الإنسان اللي محتاج هو اللي كيخرج يسعى، ولكن كنلقاو بأن هي تحولت لظاهرة والقانون كيعاقب عليها، لأن كاين واحد الفصل 326 اللي كيعاقب من شهر حتى لستة الأشهر في القانون الجنائي. كل إنسان يكون قادر على العيش وكيتسول يعاقب. مسألة ثانية، في المغاربة كلهم كاين واحد الدراسة كذلك قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي كيقول بأن هاد 70% كتقول بأن خاص يتمنع هاد الظاهرة، 98% كتعتبرها بأنها ظاهرة خطيرة. احنا كنشوفوا بأن تطورت، يعني ما بقاش داك التسول التقليدي، رجع التسول كذلك الإلكتروني في مواقع التواصل اللي رغم أن كاين متابعات هي سهل باش تضبطها، كاين متابعات إلى أنها منتشرة، وهذا تيحز في النفس ديالنا. أنا نعطيك غير تجربة، خلال كارثة الزلزال في اليوم الموالي كنا خدينا واحد المواد الغذائية باش نزعوهم في الأيام الأولى، وقفنا عند واحد السطح ديال الجبل، لقينا بعض النساء باش نحطوا لهم نوضعوا لهم المؤونة من الحليب والماء والخبز وهذا، فالعفة ديالهم يعني أشاروا لنا بأن الدول الفوقاني هو اللي مازال ما وصلتوش المؤونة، يعني أنهم خدوا هذه المؤونة. يعني شوف كيف شنو، حتى هذا المفهوم ديال القيم يصبح كيتقلص خصوصا في الحواضر ديالنا عكس القرى ديالنا، فالحواضر اكتظاظ الكثافة السكانية الاقتصاد العولمة هذه المعاملات الاقتصادية كتجعل الإنسان كيخرج لهذه الدائرة اللي هي كسب المربح بدون عناء. فالإنسان اللي كيكون محتاج في الحال في الفيلم ما كتلقاش في الشارع، ما كتلقاش الأسر اللي كنطلبوا بأن الساكنة تقصد الأسر اللي هي بالفعل عندها خصاص وتصدق عليهم وتعطيهم وتزكي عليهم في مناسبات ديال عيد الفطر، وملي كتبغي تحيد الزكاة ديالها ولا في التضامن هكا في الأعياد وفي مناسبات الدخول المدرسي إلى آخره، تقصد الأسر اللي المعيل ديالها ما عندوش دخل ما عندوش ولا يعاني من إعاقة أو عكس هاد المسائل اللي كنشوفوا الآن.